يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباح حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها؟ ان احباب ما اعرفش اذا نريد توسعتها واضرار الماء وكسرات الاستفادة يعني. نعم، اذا اخذت مثل هذا المبلغ او دخل على انسان مبلغ ليس بشرعي فانه يجعل في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرسوب التي غصبها ونسي اهلها وجهل اهلها يصدق بها الفقراء او يجعلها في مصالح المسلمين، وتوسيع الحفرة وجعل سور عليها من مصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تزويج المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكلها. نعم.